مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تواتي كتير حلو، هو الفيديو انا رح اعمله للشعر، وانا هاي الوصفة الصراحة كتير احبها للشعر. بالنسبة للخوات اللي حابين يطولوا شعرهم، يكثفوا شعرهم، يكثفوا نوعية الشعر هي نفسها، اللي حابة طول كتير حلو، لمعة كتير حلوة، تقدر تسوي هذا الفيديو. حبايبي كتير اكو من الخوات يعانون من تساقط الشعر، فدائما روحوا على السبب. انا ما حابة تجين تحطين وصفة وتخليها على السبب، العفو على الشعر، وتلقين السبب هو يكون من داخل عندك، يعني مثلا تغير بالهرمونات، عندك شلون نقول نقص حديد، كتير اكو شغلات بتصير عند المرأة باثناء حياتها تكون اكو. حتى السهر ترى على فكرة يأثر، قلة الاكل يأثر، ما بتاكلي شغلات تفيد كمان بالشعر تأثر. كتير حلو حبايبي لو بالشهر مرة تاخذين قليل من عصير الجزر، زين، وتحطين معاه فيتامين اي، وتدعكي فروة الرأس تبعتك كلها، او تحطين، تقدرين حتى اي زيت كمان ثاني تحطيه معاه وتدلكين تدلكي فيه فروة الرأس. زين، هذه حبايبي احنا ما بندور على طول، شو الفايدة اذا انت عندك شعر طويل بدون ما، شلون نقول، بدون ما يكون يعني ثخين، الى بهجة، الى لمعة، الى كثافة. شو فايدة الشعر يكون طويل وما في كثافة؟ بدون كثافة انا الصراحة شعر طويل وبدون كثافة ما احبه، لان هيك كأنك ما عندك شعر، يعني حالك حال اللي ما عندها شعر. فاللي اتمنى حتى حبوا الشعر حتى القصير، شعر قصير ومرتب. صدقوني انا عندي وحده من خواتي وهي دائما تراقبني على هالفيديوهات وتعلق، بس انتم ما تعرفوها، وحده من خواتي دائما، طبعا والله شعرها كاريه، هي قصته كاريه من هاي القصه هسه الحلوه يعني الجديده اللي نازله على خدها. طبعا هي وجهها شويه رفيع، وانا سبق وقلت لكم عندنا وحده من خواتنا وجهها رفيع، يعني كتير حلو بيجنن عليها صراحة. والله انا شعري طويل تحت يعني انا شوية ويوصل عندي تحت، زين، انا تحت يعني شعري كتير طويل يعني تقريبا هيك، بس شو انا اقولكم يعني تحت صدري، تحت صدري، بس شنو اقولكم شعري خفيف مش كتير ثقيل ثقيل، فكنت حابة بس مو معيوب، لا كتير حلو اسود مثل الليل وحلو. بس شو حبايبي، اختي الصراحة شعرها كاري وصغير وقصير وثقيل كتير حلو، فمعناتها انا بدي اقول لكم مو شعر الطويل كل اشي، مو كل اشي. شعر القصير كمان كتير حلو، اكو قصات كتير حلوة كمان وهي قصيرة يعني، بس شعر مرتب. المهم حبايبي هو هذا مو موضوعنا، بس ثاني ما بعرف ليش احب الغي معاكم كتير. فيا حبايبي دائما عندها تساقط كتير قوي بشعرها، ممكن يصير، صحيح ممكن يكون، في اخت كتبت لي ممكن يكون من الحب المانع، ممكن في انواع حبوب مانع ما بتوالم الجسم. انا صراحه انا اللي اعرفه باوروبا ما بيجوا يعطوكي الحبوب المانع هيك، لازم يتاكدوا من عندك من فحص الدم هيك، لازم يسووا لك اختبار، ما بعرف كانوا هيك والله يعملون، مو اي شو اسمه، يعني اذا مثلا شربتي حبوب المانع وشفتي بوقتها التغيير صار عندك بتساقط الشعر، عصبيه، انفعال، هذا معناتها ما بيوالمك حاملي، اتركي واخذي نوعيه ثانيه. طيب بالنسبه حبايبي في تساقط شعر بيصير كمان من ورا الغده، الغده الدرقيه الله يبعدها عنكم حبايبي، انا مريت فيها وانا عايشه هسه فيها. الغدة الدرقية بالحالتين، إذا كانت صاعدة وإذا كانت نازلة، بالحالتين تخلي تساقط الشعر فظيع، خاصة بأيام اللي شلون تقول التهابات تكون فيها، أول إشي تحسين إنه شعرك يهر. فيا حبايبي الله يخليكم، تحليل الغدة مو غالي، أبدا مو غالي، بعرف إحنا بظروف، الله يعين الجميع، بس حاولوا عشان صحتكم، حاولوا سووا تحليل الغدة وتأكدوا من الغدة. الغدة إلها عوارض حبايبي، يعني عوارضها
انا بالنسبه لي في عوارض لها، تحسين برجفه بايدك، في عرق تعرق، مره تأرقين مره تبردين، زي شلون تقول عندها هبات بدها تتركها الدوره هاي، هيك ترى تجي فيها كمان. عندك خفقان بالقلب، في ناس في اكون هاي حسب، في ناس تكون رعشه بشفتهم، تساقط بالشعر، في كتير شغلات ترى على فكرة، الجلد ينشف عندك ناشف على طول جلدك، هاي عوارض الغدة وفيها كتير عوارض. اللي افضله يعني اللي عندها الغدة حبايبي، وانا ما اريد اطلع عن موضوعي، تشرب دائما دائما ودائما، هذا انا بطلي معي يوميا على الاقل تشربين بطل كامل، تعصرين حبه ليمون مع بطل كامل من الماء وتشربيه من الصبح بالكامل، يعني على دفعات، ضروري جدا حبايبي، حتى لو شربتي مرتين مو مشكله، كتير كويس. نقص الحديد، نقص الحديد حبايبي موجود عند ولادنا، موجود عندنا، موجود عند الكل، صدقوني انا زين يعني بعاني من نقص الحديد، انا زيكم معاني من نقص الحديد، واخذ ايام اوبر وايام اخذ شو اسمه حبوب. زين نقص الحديد بيجي، لا يعني مو بس تبالكم بالاكل، مع اني اكل اكلوا الشمندر البنجر، يعني انا بحكي باللغتين، الشمندر او الشوندر بالعراقي والبنجر كمان. زين هذني هو يعني نفس الكلمة أظن هيك ينادوا المصريين، معليش سامحوني يا هالمصر. زين فيا ريت حبايبي هذا كتير كويس، الدكتور قال لي هذا أحلى علاج الأهل اللي عندهم يعانون من نقص الحديد، كتير منيح حبايبي اللي عندهم نقص حديد، أكلوا السبانغ كثير، سبانغ عصريها واخذي المي تبعتها كمان كويس، واشربيه عصريها بالخلاط واشربيه كتير كويس كمان. العدس سويه بكبايات، لا تسويه بكاسه وتشربيه بالملعقه وتتعاجزي، لا حطيه بمج يعني ما في مج جنبي، شلون نقول هذه بس مج مال كافي. زين واشربيه بمج مال كافي واشربيه شرب كانك تشربين كافي، كتير كويس حبايبي العدس كمان. انا طلعت عن الموضوع بس عشان افهمكم كيف تتغلبوا على هاي المواضيع حتى اولادكم، عشان تحموا اولادكم من هذه المواضيع. طيب حبايبي شو هي الوصفة تبعتي؟ انا طبعا الوصفة عندي هون مخلوطة وجاهزة عشان ما بدي اطول الفيديو. هون حبايبي انا وياريت تزوروا قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، نعرض فيها فيديو كتير حلو للكلف، للندبات، للنمج، للتجاعيد كلها مع بعض، وهذا كان الصراحة هو المادة اللي انا استعملتها، وبس انا ما بستفاد من عدها لانها هي قوية جدا للكلف، كتير منيحة للندوب اللي هيك الحفر بالوجه، بقايا الحبوب، شلون نقول بوجهك في بقع، في طقع، في عدم توحيد لون البشرة، كتير كويس. أنا ما راح استفاد منه فراح أسويه وصفة كتير حلوة للشعر، راح أقولكم بالنسبة اللي ما شايف ذاك الفيديو راح أقولكم هنا شو بتخلون. أخذت حبايبي 2 كبار هيك كبير من الجل الألوفيرا هيك الوحدة 2، وخلطتهم بالخلاط. بحالة ما عندك شو بتسوين؟ تاخذين ملعقة أكل من جل الألوفيرا الطبيعي 100% اللي ينباع بالصيدليات عشان وصفتي تكون مضبوطة 100%، راح تاخذين حبة بصل هالقدها هيك زين، وتخلي تاخذين البصل وتخلطيه بالخلاط، وبعدين شو بتسوين؟ تصفيه بالمصفاية على هاي الطريقة، تصفيه بالمصفاية. بعد ما صفيتيه اختي العزيزة شو بتسوين؟ تاخذين الجل الالوفيرا وتخلطيه كمان بالخلاط، تجيبين الالوفيرا تخليه وين؟ مع البصل، تخلطي البصل وتصفيه وبعدين تخلطين الالوفيرا وتحطيه مع البصل. هذا اذا كان عندك شلون نقول نبات الالوفيرا تاخذين قطعتين كبار وتخلطيهن، ما عندك نبات ملعقة اكل من جل الالوفيرا. اخلطتي كله مع بعض اختي العزيزة شو راح تحطين؟ ملعقة اكل من زيت الخروع، ملعقة اكل من زيت الخروع، ملعقة اكل من زيت الخروع. كمان حبايبي تقدرون تحطون مع مثلا زيت الزيتون كتير كويس، ملعقة اكل
من زيت الزيتون، ملعقة أكل من زيت الزيتون، حتى لو صارت ملعقتين ما راح يأثر نهائيا حبايبي. اللي عندها زبدة الشيا تقدر تحط كمان ملعقة أكل زبدة الشيا، يعني هذا شيء لكم الاختيار. كبسولتين حبايبي لكم الاختيار، كبسولتين من فيتامين إي أو كبسولتين من الأوميجا 3، كمان لكم الاختيار. أنا كنت حاطة بهاي الوصفة فيتامين إي، فاللي ما عنده فيتامين إي تقدر تحط الأوميجا 3، كمان كتير كويس الأوميجا 3، كتير كويس للشعر. كل هذا وراح تخلطيه هيك مع بعض. طيب انا وانا راح احضر معاكم فيديوهات الايام السابقه ضميت قدامكم الصفار البيض، وهي في قليل من البياض عادي، يعني حتى حسب تقدرين تحطين بيضه كامله هي والبياض، تقدرين تحطين صفار بيضتين كمان كويس. وهذا كله حبايبي تخلطيه مع بعض. طيب كل هذا حبايبي تخلطيه مع بعض وراح تستعمليه الشعرك، راح تحسين حبايبي. عشان وقفوا عن الاحساس هسه اني اندمج معاكم هسه حبايبي. شو راح تسوين؟ تاخذيه وبالفرشه كيف كانك تصبغين شعرك، تقدرون جميع انواع الشعر يحطه زين، تحطيه على الفراغات كلها، وبعدين على خصل شعرك يعني من تحت، على خصل شعرك من تحت، وراح بالخصل من تحت تحطي من تحت كمان، وبعدين تلفيه بكيس بلاستيك، اكيد عندك مال الحمام تبعتك الخاص فيكي، وتسيبيه على الاقل ساعة. بعد الساعة حبايبي غسلي شعرك كالمعتاد زين. وهاي الوصفة حبايبي كتير حلوة وراح تنال رضا الجميع. واستنوني راح اطلع لكم فيديو على قناتي مملكة الفنون اليدوية، طريقة كيف تتعاملين مع اي شامبو عندك زين، تسوي شامبو كتير كويس، وشامبو بيجيب نتيجة معاكي وما بيضر شعرك، راح يعني شلون نقول يكون مفيد جدا للشعر. واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي فعلوا لي الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. واللي اتمناه منكم كمان حبايبي انكم دائما تنشرون قنواتي عبر الانستغرام، الفيسبوك، الواتس، يا ريت قناتي الثانيه لانها كتير بطيئه. وينكم حبايبي؟ وينكم؟ ليه؟ وينكم؟ السلام عليكم. المهم حبايبي ورحمه الله وبركاته.